بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ صالح. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف جمهورية مصر العربية يقول: فضيلة الشيخ، ماذا يجب على المؤمن أن يعتقده في صفات الله عز وجل لكي يكون الاعتقاد سليما كما كان عليه السلف الصالح؟ وضحوا لنا ذلك بالأدلة الشرعية، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواجب على المؤمن تجاه صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة أن يثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تعطيل، بل يثبتها لله كما جاءت ويعتقد ما تدل عليه من المعاني الجليلة. فهي صفات عظيمة ثابتة لله عز وجل، وهي صفات كمال وجلال ونعوت كمال. فيجب على المسلم أن يعتقدها وأن يؤمن بها، يدين لله بها كما جاءت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يؤولها عن معانيها الصحيحة ولا يمثلها ويكيفها ويشبهها بصفات المخلوقين، بل يثبتها على وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، فلا تشبه بصفات المخلوقين ولا تمثل بها ولا يسأل عن كيفيتها وحقيقتها ولا تؤول وتعطل وتنفى عن الله عز وجل بحجة التنزيه، بل الواجب إثباتها كما جاءت مع اعتقاد معانيها وما تدل عليه واعتقاد أنها لا تشبه صفات المخلوقين. نعم، جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، بينوا لنا خطر البدع في الدين، وهل هذه البدع تخرج المسلم من الدين؟ جزاكم الله خيرا. البدع في الدين خطيرة، ولهذا حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدع شر كلها وخطر على دين المسلم وعلى عقيدته، لأنها لا تجتمع السنة والبدعة، فإذا جاءت البدع فإنها تحل محل السنة، وما ابتدع قوم بدعة إلا نزع مثلها من الدين، فهي تقضي على الدين الصحيح، وأيضا تؤول أو تكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله. والبدع تنقسم إلى أقسام، بعضها أشد من بعض، بعضها يصل إلى حد الكفر، مثل البناء على مثل الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات، هذا كفر بالله عز وجل، أو وسيلة إلى الشرك والكفر، كالبناء على القبور، الطواف بالأضرحة والغلو فيها والصلاة عندها، اتخاذها مساجد، هذا من وسائل الشرك. وقد تكون البدعة كفرا أيضا إذا تعلقت بالاعتقاد، كمقالات الجهمية والمعتزلة، كالقول بخلق القرآن ونفي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة لأهل الجنة، وغير ذلك من تعطيل الصفات الثابتة في الكتاب والسنة أو نفي الأسماء والصفات، فإن هذا كفر بالله عز وجل، يخرج من الملة. وقد تكون البدع تقتضي الفسق في الدين ونقص الإيمان، كالمحدثات في العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فهي تتفاوت وكلها شر.
وكلها ضرر على الدين وعلى العقيدة وعلى سير الإنسان في حياته تجاه دينه وفي حق ربه سبحانه وتعالى. ولا يسلم إلا من سلمه الله والتزم بالسنة وحرص عليها وحذر من البدعة. نعم، جزاكم الله خيرا. الشيخ صالح، كيف ترون العلاج في الوقوع بالبدع؟ العلاج هو الدعوة إلى التزام السنة وبيان مضار البدع والتحذير منها والأخذ على أيدي المبتدعة ومنعهم من مزاولة البدع في بلاد المسلمين. هذا هو العلاج بعد بيان السنن وتوضيحها للناس وتعليم الناس السنن والاعتقاد السليم والاتجاه الصحيح. هذا هو العلاج، وترك العادات السيئة والتقليد الأعمى والحرص على اتباع الكتاب والسنة. هذا هو العلاج الواقي من البدع بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل جيم دال قاف مكة المكرمة، يقول: هل صحيح بأن من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ نعم، الذكر ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير فيه أجور عظيمة، خيرات كثيرة. وأن من قال سبحان الله 100 مرة غفر الله له، وكان كمن أعتق 10 رقاب، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تغفر ذنوب الذاكرين لله عز وجل وإن كانت مثل زبد البحر. جاء في الترغيب في الأذكار الشرعية، جاء فيها نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله بذكره والإكثار من ذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. فالذكر فيه حياة للقلوب، وأما ترك الذكر ففيه موت للقلوب وغفلة عن الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل من الرياض عبد العزيز، رمز لاسمه بهذا الرمز، يقول: منذ 2 سنين حججت متمتعا، وعند وصولي إلى مكة أديت مناسك العمرة، وبعد ذلك قمت بتقصير شعر الرأس عن طريق المقص، وأخذت شيئا يسيرا من الشعر من كل جهة من رأسي وليس من كل الشعر، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا عممت رأسك وأخذت من كل الجهات فهذا صحيح، أما إذا أخذت من جهة وتركت بعض الجهات من رأسك لم تأخذ منها فهذا لا يكفي ولا يجزي في التقصير في النسك للحج أو العمرة، بل لا بد من تعميم الرأس بالقص والتقصير، كما أنه يعمم بالحلق كذلك يعمم بالتقصير. نعم، هذا السائل لافي يقول في هذا السؤال عن الرضاعة من غير الأم الأصلية: أنا رضعت من أم غير أمي ولها بنت، وعدد الأيام التي رضعتها 7 أيام، وهذه المرأة تزوجت من رجلين آخرين وأنجبت منهم أبناء، هل الأبناء من الرجلين الآخرين هم إخوان لي أم لا؟ أفيدونا بذلك. إذا رضعت من امرأة 5 رضعات فأكثر فإنها تكون أما لك من الرضاعة، ويكون أولادها إخوة لك من جميع الرجال، من الرجل الذي له اللبن ومن الرجال الذين تزوجوها من بعده، كل ما ولدت هذه المرأة قبلك أو بعدك أو معك فإنهم يكونون إخوة لك من الرضاعة. نعم، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة بعث بها مستمع للبرنامج. المستمع يقول في هذا السؤال: هذه السائلة أختكم في الله نون عين من الكويت، تقول: في الأعراس تلبس النساء ملابس يكون فيها القصير الذي يكشف عن نصف الساق، والثوب الذي ليس فيه كم، والثوب الضيق والشفاف، فهل لبس مثل هذه الملابس عند النساء جائز؟ لا يجوز مثل هذا، بل عليها أن تلبس اللباس الساتر الظافي، ولا تكشف عند النساء إلا ما جرت العادة بكشفه، لأن هذا يسبب التساهل في اللباس، وربما تكون قدوة لغيرها من النساء اللاتي يرينها بهذه الملابس فيقلدنها، ثم ينتشر لبس هذه الملابس الكشافة التي تقصر أو تنحسر عن الساق وعن الذراعين، وتكون هذه المرأة سببا في اقتداء النساء بها، فعليها الالتزام باللباس الساتر ولا تكشف عند النساء إلا ما دعت الحاجة إلى كشفه وجرت العادة بكشفه، مثل الوجه والرأس واليدين الكفين والقدمين. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة من الكويت نون عين: تعودنا أن تقام الأعراس ويكون العرس مقتصر على النساء، فليس هناك رجال، وفي العرس امرأة تغني وتضرب على الدف والطبل، ويوجد في الدف حلقة من نحاس يصدر لها صوت عند الضرب على الدف، فهل مثل هذه الأعراس جائزة وهل حضورها أيضا جائز؟ نعم، ضرب الدف للنساء في الزواج سنة، ولا بأس أن تغني مغنية بشعر نزيه وأيضا بصوت غير مطرب ومكسر، وإنما يكون بصوت عادي على ما اعتاده نساء العرب من قبل ونساء الصحابة والسلف الصالح، لا على نمط المغنيات المطربات الآن، إن هذا حرام. ولا بأس أن تضرب الدف أيضا، دف المعتاد معروف، ولا يكون فيه شيء مما ذكرته السائلة من الحلق أو أشياء يكون لها صوت يزيد عن صوت الدف. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه السائلة من الجمهورية اليمنية حياة تقول في هذا السؤال: إنني أقرأ القرآن الكريم والحمد لله، وأؤدي الصلاة في أوقاتها، وأحمد الله على ذلك بأنني أقرأ القرآن كثيرا، وأحيانا أقرأه بدون تركيز وتمعن، وأسمع القرآن من المسجل، وإنني أركز عليه وأنصت إليه وأفهم معناه أكثر من قراءتي إليه. السؤال يبقى: هل سماع القرآن مثل قراءته؟ أفيدونا بذلك. قراءة القرآن أفضل من الاستماع إليه، لأنه يحصل له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. لا شك أن قراءة القرآن أفضل من الاستماع إلى القارئ، وإن كان الاستماع إلى القارئ أيضا فيه أجر وفضل مع حضور القلب والتدبر ومع الإنصات، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين ألف سين ياء يقول: لدي هذا السؤال. منذ زمن عندما كنت في فترة المراهقة حدث بيني وبين شخص مشاجرة، المهم عندما هربت أقسمت أن أقوم بضربه بهذه العبارة: الله لا يدخلني الجنة إذا ما ضربته، وكنت في حالة غضب كبير، ولكن بعد أن هداني الله عز وجل تبت من ذلك وأصبحت أرى ذلك الرجل وأسلم عليه دون أن أقول له شيء أو أن أقوم بضربه. سؤالي: ماذا علي بعد هذا؟ هل علي كفارة؟ ليس عليك كفارة، لأن هذه اللفظة ليست يمينا، وهي قولك: الله يدخلني النار إذا لم أضربه. هذا ليس بقسم، وما ذكرته من أنك تركت هذا الشيء ولم تنفذه فهذا يرجى لك فيه الأجر، أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالحمد لله الذي وفقك لترك تنفيذ الغضب، ووفقك للسلام على أخيك ومواردة أخيك وحسن التعامل معه، وهذا شأن المؤمن. نعم. السائلة من اليمن تقول بأنها أدت فريضة الحج، تحمد الله على ذلك، وتذكر بأنها فتاة غير متزوجة، فهناك أناس يقولون بأن حجتها لم تكتب بحجة لأنها لم تكتمل أو لم تكمل نصف الدين، فهل هذا القول صحيح بأن الله لم يقبل حجتها؟ أفيدونا بذلك. هذا القول غير صحيح، قول باطل. إذا حجت المسلمة أو حج المسلم قبل الزواج فحجه صحيح إن شاء الله، ويؤدي عنه الفريضة إذا لم يكن افترض الحج، أو يكون نافلة إذا كان قد أدى الفريضة. الحاصل أن حجه صحيح ولو لم يتزوج، ولا علاقة للحج بالزواج. نعم. شيخ صالح حفظكم الله، تهاون بعض الناس بالفتية، هل لكم توجيه في ذلك؟ هذا أمر خطير، لا يجوز للإنسان أن يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، خصوصا العوام وطلبة العلم غير المتمكنين أو القراء، لا يجوز لهم أن يفتوا وأن يحلوا ويحرموا بغير دليل، لأن هذا من القول على الله بغير علم، وهو عديل الشرك أو أشد من الشرك، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قول
قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لمن ليس عنده علم أن يفتي الناس وأن يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا يجوز أو هذا لا يجوز وليس عنده علم ولا دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن العالم لا يجوز له أن يفتي إلا بدليل يعتمد عليه في فتواه. وأيضا مهما أمكن العالم المتمكن أن يتقي الفتوى وأن يحيلها إلى غيره فإن هذا أسلم لذمته وأبعد له عن الخطر. وكان الصحابة يتدافعون الفتوى بينهم لعلمهم بخطورتها ولا يفتون أحدا إلا إذا تعين عليهم ذلك لأن لا يوجد من هو أولى منهم. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائل مفرح سالم من نجران يقول في هذا السؤال أجد بعض الأوراق وبقايا بعض الكتب الدراسية وغيرها من جرائد صحف ومجلات ملقاة ومرمية في بعض الأماكن الغير لائقة كالشارع أو الزبالة والبعض في دورات المياه وهي تحمل لفظ الجلالة أو بعض الآيات والأحاديث وهذا الأمر يحز في نفسي ويؤلمني كثيرا وكثيرا أحاول رفع أو إزالة مثل هذه الأشياء من الأماكن التي أجدها فيه ولكن أحيانا أجد نفسي عاجزا أو محرجا ماذا أفعل هل من حل لهذه المأساة والمصيبة جزاكم الله خيرا. نعم لا يجوز إهانة شيء فيه ذكر الله عز وجل من الأوراق المكتوبة بل إذا وجد شيء من ذلك فإنه يرفع وإما أن يدفن في مكان طاهر أو يحرق بحيث لا يبقى له شيء لا يبقى منه شيء وإذا أمكن الانتفاع به فإنه ينتفع به كان تجمع هذه الأوراق وتؤلف وتقرأ ويستفاد منها وإذا لم يمكن الانتفاع منها فكما ذكرنا يعمل على إبعادها عن الامتحان إما بدفن في مكان طاهر وإما بإحراقها. نعم جزاكم الله خيرا. له سؤال ثاني هذا السائل يقول إذا كانت كثرة النفقات في الزواج وغلاء المهور تقف حجر عثرة أمام الشباب والشابات وتسبب منعهم من الزواج الشرعي الحلال والاتصال الحلال فماذا يمكن أن يحدث ويكون وما هو الحل في نظركم فضيلة الشيخ في هذا من الكتاب والسنة. نعم. يقول هذا السائل إذا كانت كثرة النفقات في الزواج وغلاء المهور تقف حجر عثرة أمام الشباب والشابات وتسبب التأخير في الزواج الشرعي الحلال فماذا يمكن أن يحدث ويكون وما هو الحل لمثل هذا بالكتاب من الكتاب والسنة. الحل لمثل هذه المشكلة وهي مشكلة التكاليف الباهظة في الزواج أن المسلمين يتقون الله سبحانه وتعالى ويتركوا هذه التكاليف الباهظة خصوصا أولياء الفتيات فإنهم ينبغي لهم أن يخففوا الأعباء التي تعترض الزواج وأن يقتصروا على ما يطيقه الزوج وما تكرم به المرأة من غير إجحاف ومن غير إثقال. وليس في كثرة المهور وكثرة التكاليف محمدة ولا منقبة لهؤلاء وإنما يذمون ويخاض في أعراضهم ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وخففوا هذه الأعباء لكانوا قدوة حسنة ولا أثنى عليهم الناس ودعوا لهم بالخير ولكنهم على العكس يذمونهم ويدعون عليهم ويكونون قدوة سيئة. أما ما يفعله الشباب أو المحتاجين للزواج نحو هذه الأمور هذا راجع إلى مقدرتهم واستطاعتهم إذا كانوا يستطيعون الزواج والقيام بتكاليفه فإنهم يقدمون عليه والخير في ذلك إن شاء الله وإن كانوا لا يستطيعون فإنهم ينتظرون إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى وفرج الله قريب. ولكن الحقيقة أن المشكلة أنها مشكلة مهمة جدا قد كثر الكلام فيها من زمان طويل والمحاولات ولكن ضعاف النفوس وأشباه الرجال هم الذين سببوا هذه المشكلة في تساهلهم وفي انقيادهم أيضا للسفهاء من النساء وغيرهن وإجابة رغباتهن ولو أنهم قاموا بما يجب عليهم وتعاونوا على حل هذه المشكلة وطبقوا هذا على أنفسهم أولا وكانوا قدوة صالحة لغيرهم لحصل الخير ولزالت هذه المشكلة
المشكلة التي يعاني منها كثير من المسلمين، والتي سببت عنوسة النساء وتعطل الزواج وشوهت الزواج أمام الشباب والمحتاجين إليه أو عوقتهم عنه. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العلماء.